بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث كما قلنا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. أيضا هذا الحديث متفق عليه. ونبدأ بشرح الحديث الأول. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 9 كثيرا من أصحابه إلى جهات النجد وإلى اليمن وإلى أطراف الجزيرة العربية دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفين بالإسلام. وكان في من بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لكي يعرف الناس بالإسلام ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. عرف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا على مهمته، وأوضح له الحكمة والكيفية التي يدعو بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له: ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي حدثهم عن العقيدة، أوضح لهم وجود الله ووحدانيته وأنه لا شريك له، وأكد لهم نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابدأ معهم بهذا الموضوع أي بأمر العقيدة. قال: فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات. إنهم أطاعوا لك، يعني إن اعترفوا ودانوا بهذه العقيدة وأذعنوا لها، فانتقل من أساس الاعتقاد إلى العبادات وإلى السلوك وإلى المبادئ وإلى الأنظمة. نعم، معنى هذا الكلام
أنني عندما أريد أن أدعو زيدا من الناس إلى الإسلام ينبغي أعرفه على عقائد الإسلام، على الأمور التي قام بها الأساسية الكبرى التي تشكل أساس المعتقد الإسلامي، وما ينبغي أن أتيها معه وأضيعه في فروع الأحكام والأنظمة والحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا المنهج خطأ، لأن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالجزء ثم ينتقل من الجزء إلى الفروع، نظرا إلى أن الفروع إنما تتفرع وتنبثق من الجزء. رسخ الجزء أولا ثم إن الفروع تأتي تبعا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نبه سيدنا معاذ أن يبدأ فيدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز له أن يتجاوز هذه النقطة إلى ما وراءها. لو فرضنا أن معاذا ذهب ودعا أهل اليمن إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلم يذعنوا ولم يعترفوا بهذا المعتقد، هل ينبغي لمعاذ أن ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الصلاة؟ لا، لا داعي إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لا فائدة من صلاتهم ما داموا لم يدعوا بأسس العقيدة. هل أنهم عندما سمعوا عن الصلاة وكيفيتها وفوائدها انشرحت صدورهم بالصلاة؟ صحيح ما أدعوا لأمور العقيدة لكن أعجبتهم الصلاة، وجدوا أنها تلين الأعضاء وتحقق نوع من الرياضة الجسمية للإنسان، قالوا يعني ننفذ هذه التعليمات الأخرى. الواقع أن هذا لا يفيدهم شيئا ولا يقربهم إلى الله عز وجل شر ونقير. لماذا؟ لأن الفروع السلوكية في الدين لا قيمة لها إن لم تنبثق من جزء وأساس العقيدة الإيمانية والإسلامية لله سبحانه وتعالى. طبعا وهذا شيء منطقي، لأن هذا الذي لم يؤمن بالله عز وجل طبعا لم يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صلى لمن سيصلي؟ لم يصلي بالله لأنه لم يؤمن به، سيصلي لمصلحة كما قلت لكم، للرياضة، للنظافة، لأمور كثيرة، هذا شأنه، ولكن ذلك لا يفيده ولا يقربه إلى الله عز وجل إطلاقا. ومثل صلاة كل مبادئ الإسلام التطبيقية السلوكية، هل أن أهل اليمن أو غير أهل اليمن موضوع الخمرة أعجبهم حكم الله عز وجل في ذلك، وجدوا أن الخمرة فعلا ضارة وأنها تخرب ولا تصلح، تضر ولا تفيد، إذا ينبغي أن نتركها وانقادوا لشريعة الله في مسألة الخمرة، لكنهم في المعتقد غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وغير مؤمنين بنبوة رسول الله وبأن القرآن كلام الله عز وجل. هل يقربهم إلى الله عز وجل ابتعادهم عن الخمر؟ إطلاق، لا يفيدهم شيئا. ونحن نعلم أن أمريكا في الثلاثينات من القرن الفائت، يعني في حوالي عام 1930 تقريبا ونير، اتخذت قرارا بمنع الخمرة، وفعلا صارت في ذلك مدة من الزمن. هذا المنع
لا يقربها إلى الله عز وجل قط، لأنها منقاد في هذا الأمور المصلحية خاصة بهم، ولم ينقاد في ذلك لحكم الله عز وجل. والواقع أنهم لم يستطيعوا أن يصمدوا، هي كانت مدة بسيطة ثم إن رؤوسهم تطوحت ولم يستطيعوا الثبات عند هذا، فغيروا القانون وعادوا إلى الخمرة كما كانوا. نعم، لكنني أقول أمريكا في عهد من العهود أحلت الخمرة، ولكن إلغاء للخمر لم يقربها إلى الله، لأن هذه المسألة السلوكية في الإسلام لم تنبثق من العقيدة، لم تنبثق من العقيدة قط بشكل من الأشكال. هذا الكلام الذي أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، بل أوضحه لكثير من الصحابة مرارا وتكرارا، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى معرفته أيها الإخوة. هناك كثير من المسلمين اليوم الذين ينعمون في أطراف العالم العربي والإسلامي بمعاني الدعوة والتعريف الإسلام، يضعون همهم عندما يحاولون أن يعرفوا العالم التائه على الإسلام، يضعون همهم في التعريف بماذا؟ بأنظمته، بشرائعه، بدقائق أحكامه، بحضارته المثلى، ويقارنون طويلة بمناسبات كثيرة بين منجزات الحضارة الإسلامية ومنجزات الحضارة الغربية. هذا العمل غلط، لأن هذا يعني أن هؤلاء الإخوة يركزون على الفروع بمنزل عن الأصول. حتى أن أمريكا وأوروبا عشقوا هذا النظام وأيقنوا أنه النظام الأمثل وأنها الحضارة المثلى، طيب ماذا يفيدهم ذلك؟ يلتقطون من الإسلام أنظمته وعقولهم فارغة عن معتقدات الإسلام إذا لم يتعرفوا على هوياتهم عبيدا بالله عز وجل، لم يعرفوا مولاهم وخالقهم ربا لهم ووليهم والمتصرف بشؤونهم والمدبر لأمور الكون كله، لم تتشبع عقولهم بهذا المعتقد، ماذا يفيدهم أن يصطبروا بأنظمة الإسلام؟ أبدا لا يفيدهم ذلك شيئا قط. لو تركوا الربا، لو تركوا الفواحش، لو تركوا كل المحرمات وصلوا وصاموا أيضا رمضان وفعلوا كل هذا، لا يفيدهم ذلك شر ونقير، ويوم القيامة هم كفرة فجرة. الفرع الذي لم يرتبط بجذعه فرع ميت لا وجود له بشكل من الأشكال. ومن هذا القبيل أننا يعني نحذر ونخطئ أيضا أولئك الذين يحببون إلى الناس مثلا الصلاة كسبب من أسباب النظافة، كأداة لرياضة الجسم، يحببون الصوم إلى الناس على أساس أنه عبارة عن صيدلية الشهر في كل عام، وأنه العلاج الذي ينقي الدم، وأنه العلاج الذي يجدد الدورة الدموية، وأنه العلاج الذي يفعل ويفعل ويعيد المعدة إلى نشاطها الأمثل. غلط هذا، هذه عبادة، ينبغي أن أحبب هذه العبادة إلى الناس من جهة واحدة، أن الذي فرضها عليهم من مولاهم وخالقهم، وأنهم هم عبيد مملوكون لله عز وجل، يجب على العبد أن ينفذ أوامره. هكذا ينبغي
أن تغرس دوافع السلوك الإسلامي بين جوامع الناس. فإذا غرست هذه الحقيقة ممكن فيما بعد أن تتحدث عن الحكم من هذه العبادات، لكن بعد أن تغرس هذه العبادات بين الجوارح لشيء واحد وهو أن الله هو الذي أمر فقط. يعني أنا إذا كنت أريد أن أعود الناس على أن لا يقبلوا عبادة من العبادات إلا عندما أقنعهم بفوائدها الجسمية الاجتماعية نحو ذلك، إذا عودتهم على هذا الطيب غدا سيقول لماذا يعني سجدتان وركوع واحد؟ ماذا أقول له؟ أنا عودت على أنه يقتنع، أنه في فائدة، يعني طيب شو الفائدة من أن يكون سجدتين وركوع؟ ليش مو ركوعين وسجدتين؟ طيب إذا عودته على أن لا يقبل العبادة إلا بعد أن يعلم فوائدها الاجتماعية والجسمية وهو ما يتعلق بالنشاط البدني إلى ذلك، سيقول حدثني عن فائدة الطواف حول البيت. ما هي فائدة الطواف حول البيت؟ ماذا ستقول له؟ ستتمحل وتتكلف؟ نعم، في حين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف بالبيت حاجا أو معتمرا يقول لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، لبيك يعني هذا انا ألبي امرك فاطوف لا لشيء الا لاني عبدك وانا رقيق ملك يدك وقد امرتني بهذا. هكذا رسول الله هكذا كان يقول، لان نحن ايضا هكذا نقول. البعض من الاخوه ماذا يتصورون؟ يتصورون أننا إذا حببنا الطاعات والمناهج السلوكية والأنظمة الإسلامية الاقتصادية وغيرها إلى الناس ولو لم يعتقدوا بالإسلام ووجدوا أن الإسلام فعلا أنظمته رائعة وأنظمته مفيدة اجتماعيا حضاريا نحو ذلك، ربما يخطون الخطوة الأخرى فيقول مثل هذا النظام لا يمكن أن يكون يعني آتيا من اختراع بشر، أكيد إذا هو نظام بهذا الشكل دقيق رتيب لا بد أن يكون آتيا من عند الله. لا، هذا المنهج خطأ ولم يوصل إلى هذا الأمر، لم يوصل. الإنسان ممكن أن يخترع أنظمة، وكثير من الأمم ترى أن هذه الأنظمة ممتازة ودقيقة. نعم، وما سمعنا أن إنسانا انعكست الآية معه، يعني قبل كل شيء بدأ يدرس أنظمة الإسلام، فلما درس أنظمة الإسلام انبهر بهذه الأنظمة فساقته الأنظمة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا، الأمر بالعكس ينبغي أن يكون، تضع الأساس الاعتقادي ثم تنقل صاحب هذا الأساس الاعتقادي إلى التطبيقات السلوكية. نعم، وأنا قلت وأقول كل من نراه من الذين يدخلون الإسلام اليوم في المجتمعات الغربية بشطريها الأوروبي والأمريكي إنما يدخلون الإسلام بدافع من المعتقد لا بدافع من الانبهار بالأنظمة. أوروبا اليوم يعني أشبعت بالأنظمة والحضارة وملئت أفكارها بعظمة أوروبا من حيث النظام، من حيث الحضارة، من حيث المنجزات العلمية. لا يستعد اليوم الرجل الغربي أن يدرك إطلاقا أن هنالك نظاما لا سيما إذا كان عتيقا أكل الدهر عليه وشرب قبل 15 قرن، نعم، يعتقد أن هذا النظام أفضل من نظام أوروبا، النظام الديمقراطي، النظام الاقتصادي الحر، النظام الذي جعل الغرب يبقى إلى هذا المستوى الباسط. لا يستعد الغرب لهذا. إذن هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام أفواجا كيف يدخلون؟
يدخلون روحانيا، ينجذبون الى الاسلام بجانب السؤال عن الهوية، من انا، بجانب البحث عن جواب هذا السؤال، من انا، ما نهاية هذه الحياة، لماذا وجدت، ما هو الموت، ما هو عاقبة هذه الحياة. نعم، هذا السؤال الذي يلح ويلح جرابه يأتي في الأنظمة السلوكية أو في المعتقد، في المعتقد. نعم، فعندما يجد الواحد من هؤلاء جوابا يتعامل مع روحانيته الظامئة، يتعامل مع فطرته الباحثة، عندما يحدث هذا الإنسان عن حقيقة الإنسان وروحه التي هبطت من علو من عند الله سبحانه وتعالى، وعن عبوديته لله وحنينه الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، وعن حقيقة ألوهية الله وكيف أن الله هو قيوم السماوات والأرض، نعم، ومعنى الموت، وأن الموت ليس عدما إطلاقا بشكل من الأشكال، وإنما الموت بوابة إلى الحياة البرزخية العظمى التي أعظم من هذه الحياة لم تعش. بهذا الدافع يدخل من يدخل في الإسلام. لذلك ليت أن هؤلاء الإخوة الذين يشتغلون في أعمال الدعوة يدركون هذه الحقيقة. طريقة غير ناجعة فاشلة أن أقول للغربي تعال تعال وأعرفك على الفقه الإسلامي، وأعرفك على النظام الاقتصادي في الإسلام، تعال وأعرفك على منجزات الحضارة الإسلامية. نعم، لا أرى، حتى لو كان طالب في آخر السنة وفي أول الجامعة لا يلتفت إليك، لأنه مشبع بأن نظامه خير الأنظمة. لكن من أين يأتي هذا الغلط، من أين يأتي التنقب عن هذا المنهج الذي علم رسول الله إياه سيدنا معاذ؟ يأتي من أن الداعي إلى الإسلام غير ملتفت إلى هذا الجانب الأساسي الذي هو جانب العبودية لله، الذي هو جانب الروح التي ينبغي أن تهتاج شوقا إلى الله، حبا لله، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فأنا عندما لا ألتفت إلى هذا الجانب وأتعامل مع الإسلام نظاما، أتعامل مع الإسلام تكتيكا، أتعامل مع الإسلام قانونا، أتعامل مع الإسلام شرعة، أناقش الليبراليين، أناقش هؤلاء الاشتراكيين، أناقش هؤلاء وهؤلاء، تعالى أناقشكم في النظام الإسلامي الذي يحرم ويحلل وما إلى ذلك إلى آخره، ولا ألتفت إلى تغذية عبوديتي، تغذية مشاعري الروحانية التي تحن إلى الله عز وجل عن طريق غذاء العبادة، عن طريق غذاء التبتل، عن طريق غذاء كثرة ذكر الله عز وجل، هذا الشيء الذي ينعش النفس والفؤاد. أنا عندما أفعل ذلك طبعا فاقد شيء لا يعطيه، أنا فاقد هذا الجانب الروحاني، كيف أعطيه لهؤلاء الناس وأنا قد افتقدته؟ نعم، ولذلك أنا أقول في كل مناسبة، نعم، أيها الإخوة ابدأوا، عودوا إلى الإسلام التبتل، عودوا إلى الإسلام العبودية، عودوا إلى الإسلام عن طريق تغذية الروح بحقائق الإسلام ومعتقداته التي تفجر في الفؤاد الحب لله، التعظيم لله، الخوف من الله، المهاب لله عز وجل. بعد ذلك انتقل بنفسك وبالآخرين إلى ما يتعلق بأغصانه وفروعه وما يتعلق بشرائعه وأحكامه. من أجل هذا قال رسول الله لمعاذ هذا الكلام، فإن أمطاع لك دخلت العقيدة الإسلامية بين جوانحه، آمنوا بالله، آمنوا بعبوديتهم لله، آمنوا بأن محمد رسول الله، إذن القرآن كلام الله، أيقنوا ذلك كله، انتقل إلى السلوك. أنبئهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، طيب ثم ماذا قال؟ فإنهم أطاعوا لك
فأعلنهم أن الله افترض عليهم صدقة. أنا أسأل، لو فرضنا أن أهل اليمن آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل شيء، لكن لم يؤمنوا بالصلوات الخمس، لم يؤمنوا بالصلوات الخمس، هل هنالك فائدة في أن يحدثهم عن الصيام؟ هل هنالك فائدة في أن يحدثهم عن الزكاة؟ لا، لأن من لم يذعن بركن من أركان الإسلام فقد تحطم الإسلام كله في كيانه، فما تذعن. عندما تضع الركن الأول اذر، هل ترسخ؟ انتقل إلى الركن الثاني. إذا لم يترسخ فيما ترسخ الركن الثاني والركن الأول؟ انهار. منهج دقيق. نعم، أنبئهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، تحدثنا عن الصلاة وأهميتها في الأبواب التي خلت، ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أذعنوا لذلك، انتقل إلى الفريضة السلوكية الثانية وهي الزكاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الصدقة اسم من أسماء الزكاة، باختصار عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة مالية معينة كما قلنا في الدرس الماضي، تؤخذ من بعض لا من كل الأموال من الأغنياء وترد على الفقراء. والواقع أن الشريعة الإسلامية تنص على أن هذه النسبة المئوية سواء كانت 2.5% أو 5% أو 10% لا تدخل في ممتلكات المالك. هذا شيء مهم، يعني مثلا حال الحول، يعني مرت سنة على نقود سيولة مالية عندي تلغى النصاب، يجب أن أزكيها. لنفرض أن نسبة 2.5% تساوي مثلا 100,000 ليرة في مجموع هذا المبلغ. هذا المال الذي في صندوقي يوجد فيه 100,000 ليرة ليس ملكا لي، ليس ملكا لي أبدا. لذلك قال لو أني اشتريت بمجموع كل هذا المال الذي عندي عقار ودفعت قيمة هذا العقار كل ما عندي بما فيهم 100,000، ما كنت أنا دفعتها لسه، البيع صح؟ أبدا ما صح، لأنني لم أدفع القيمة الكاملة، أنا دفعت مبلغ ناقص، دفعت كل، لا، 100,000 اللي بيناتهم مو لك، مو لك. كذلك إنسان أحصد زرعه وتعلق حق الله عز وجل بعشرة أكياس قمح من هذا الزرع، ما أخرج، باع كل هذا المحصول، باعه هكذا دفعة واحدة، هل صح البيع؟ لا يصح البيع. لو كانت عندك بضاعة مخلوطة ببضاعة لغيرك مزجتها وبعتها يعني صبرة واحدة، يعني سلعة واحدة، يصح البيع؟ لا يصح البيع، لأن هذا المال فيه ما ليس ملكا لك. لذلك هذا كلام دقيق، الذي يمتلك ملايين الليرات تحول عليه نفسه، خيل إليه أنه ملك الملك. أنت آليا أوتوماتيكيا أنت لا تملك منه أبدا، وأنت إن تصر بمال ليس مالا فأنت صوم. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن متى أنا أقول هذا الكلام يا رجل؟ إذا أنا بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، عندئذ يستفيد من الحديث عن الزكاة. لكن إذا لم يذعن أقف، للشهادة تفيده وإن كانت جاءت أولا، ولا صيامه يفيده، ولا الزكاة أيضا تفيده. نحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث هنا عن الحج، الحج لم يكن قد فرض بعد، الحج فرض في العام العاشر، وإنما كانت هجرة، يعني إرسال النبي عليه الصلاة والسلام
لسيدنا معاذ في العام التاسع. نعم. والواقع ان الامام النووي اختصر اعتقد موضوع الصيام موجود فيه. نعم. لكن موضوع الحج لم يوجد لانه لم يكن قد فرض بعد. اذا استفدنا من هذا الحديث المنهج الذي ينبغي ان يتبع في دعوة الاخرين الى الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج ينبغي ان نسلكه دائما اولا في انفسنا، ثم نسلك هذا المنهج ايضا مع الاخرين. وعندما ننظر الى المنهج الذي يسلكه الاجانب في الدعوة الى الله، الاجانب بريطاني فرنسي امريكي يدعو الى الله، تجد انه يدعو بهذه الطريقة. طريقتهم ادق بكثير من طريقة كثير من الاسلاميين الحركيين الذين يتعاملون مع الاسلام التنظيمي. نعم. انا اعلم كثيرا من الاخوة الامريكان يدعون الى الله، فتدخل فئات كثيرة في دين الله عن طريقهم رجالا ونساء لانهم يتبعون هذا المنهج. يوسف اسلام هذا المغني البريطاني الذي يتفرغ لأهل الدعوة الى الله بعيدا عن كل الناس الاخرين يدعو الى الله بهذا المنهج. نعم. وهذا المنهج هو الذي تتفتح ابواب القلوب بسببه امام الناس، لكن الطريقة المعاكسة ما تفيد بشكل من الاشكال. ننتقل بعد هذا الى حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، ارتكب موجب حد وثبت قضائيا موجب الحد يقام عليه الحد. نعم. وحسابهم على الله. ايضا الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم، ومحل الشاهد ايها الاخوة في هذا الحديث ويؤتوا الزكاة، يعني اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل امتنعت عن الزكاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عماله الذين يوظفهم من أجل جمع الزكاة ليأخذوا زكاتهم عنوة، يقتحمون بيوتهم ويأخذون زكاتهم الأموال الظاهرة يعني الأنعام الزروع نحو ذلك، فإذا وجد أن هؤلاء سكتوا وما فعلوا شيئا انتهى الإشكال، أخذوا الأموال ومضوا نسبة الزكاة. وأما إذا حب أصحاب هذه الأموال وواجهوا عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقاتلة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتلهم، أجابههم بالقتال في سبيل أن أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن لم يفعل ذلك أقاتلهم على هذا. لكن ما معنى أقاتلهم؟ نحن ذكرنا كلاما دقيقا في تفسير أقاتلهم عندما كنا نشرح كتاب الجهاد، ولعلنا نسينا، وهذا كلام دقيق يتيه عنه كثيرا من الناس، أسلافنا الفقهاء علمونا إياه بدقة. ما معنى أقاتلهم؟ هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو أحد من السلف الصالح أرسل عماله إلى قرية ليجمعوا الزكاة زروع أنعام نحو ذلك، فأبى أهل هذه القرية فأشرعوا السيوف أو الرماح وقاتلوهم، يعني بدأوا قتلهم، لم يحصل هذا قط. إذا ما معنى أمرت أن أقاتل الناس؟ يدخل هؤلاء العمال، طبعا هم متمكنون جاي من قبل الدولة، عندهم يدخلون البيوت، يأزرع القدر الذي يجب أن يأخذوه كان 10 بيوت،
إذا نظر أصحاب له انتهى الإشكال، يأخذون عنوة انتهى الإشكال. وأما أيها الأموال حق ليقتلوا هؤلاء الذين جاءوا، ما الذي يجب على هؤلاء العمال؟ يجب أن يقاتلوا. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة من بعده إذا علم هذا يرسل من يجابه عمل هؤلاء المعتدين ويجابهه بالقتل. لكن كما يقول الإمام الشافعي لم يحصل أن رسول الله أو أن أي خليفة من بعده قتل أي من الناس الذين امتنعوا عن الزكاة صبرا، يعني أخذه وقتله بدون أن يقاتل، لا ما حصل. هذا معنى يقاتل. وقلنا من أين فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا؟ من صيغة المفاعلة، أمرت أن أقاتل الناس، ما قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في فرق بين أقتل وبين أقاتل أم لا؟ فرق كبير. لو قال أمرت أن أقتل، معنى ذلك أن الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله أقتل فأقتله ولو لم يتحرك ولو لم يقاوم أقتله. أبدأ فأقتل الذي لا يصلي ولو لم يقاوم، أبدأ فأقتل الذي لا يزكي ولو لم يقاوم. لو قال رسول الله أمرت أن أقتل هكذا يفهم، لكنه قال أمرت أن أقاتل. معنى أقاتل أي أمرت أن أجابه مقاومة من يقاوم عندما أريد أن أخذ مال الزكاة من ملكي. أمرت أن أجابه مقاومة من أدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي في هذا الصدد في باب الزكاة فيما يتعلق بهذا الموضوع: ليست المقاتلة من القتل بسبيل، يعني المقاتل معناها شيء والقتل معناه شيء آخر. ونتيجة هذا الكلام الذي أقول أنا صحابي أو التابعين أو ما أي من المسلمين الذين جاءوا من بعدهم إذا أرادوا أن يطبقوا هذا الحديث كيف يطبقونه؟ يرسل رئيس الدولة عماله معززين بقوة إلى القرية التي تمتنع عن دفع الزكاة، ويكلفهم بأن يقتحموا بيوتهم ومزروعاتهم وأن يحصوا كمية المزروعات ويأخذوا منها قدر الزكاة. يدخل فينظر إلى الجمال التي موجودة عندهم، إلى الأبقار، إلى الأغنام، ويأخذوا المقدار المترتب ويمضوا. إن لم يقاوموا فبها ونعمت، أخذوها غصبا لكن لم يقاوموا. وإن اجتمعوا ليقاوموا وبدأوا المقاومة وجب على رئيس الدولة أن يرد مقاومته بالقتال. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لا يوجد في هذا الحديث الإشكال الذي يتاجر به أعداء الدين والذي يجهل الرد عليهم كثير من المسلمين البسطاء. عندما يأتي من يقول إن الإسلام إنما انتشر بالسيف ولم ينتشر بالرضا ولم ينتشر بالقناعة، انتشر بالسيف، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان رجل دائما ظمآن إلى الدماء وإلى سفك الدماء، هكذا قرأنا وهكذا يقول الكاذبون والمفترين على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الخطأ جاء من أين؟ أولا إذا أردنا أن نحسن الظن، هؤلاء الأجانب لا يعرفون اللغة العربية، لا يعرفون الفرق بين أقاتل وبين أقتل. ولكن طبعا لا نحسن الظن بهم، نحن نعلم أنهم يعلمون، التاريخ واضح. لو فرضنا ما فهموا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ألم ينظروا إلى واقع سلوك رسول الله؟ متى أجبر زيدا من الناس؟ إطلاقا. لكن المشكلة أن في المسلمين من لم يلتفت إلى هذا المعنى الذي قاله علماؤنا وجعل المقاتلة والقتل بمعنى واحد. فكان رسول الله يقول أمرت أن أقتل الناس
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. آخر رسول ما قال هذا الكلام، قال أمرت أن أقاتل الناس، يعني يجب علينا أن نذهب فنخرج دعاة إلى الله، ندعو الناس إلى الله فقط، نعرفهم بدين الله، نقول أنتم مقتلون، والعقيدة التي تتبنونها يا أخواننا خطأ، والعلم والحقيقة تقول كذا وكذا وكذا وكذا، إذن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فإن استجابوا فبها، لم يستجيبوا نتركوا، لكن إذا لم يستجيبوا وأخذوا يقاوموننا أيضا. حاولنا أن ندخل لنعرف الإسلام، قال لا ليس لكم ذلك أخي، نحن جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله، كما قال لبني بن عامر لرسته، جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله، قال لا، لا من شاء ولا من لم يشاء، ما في، لا يجوز لكم أن تفتحوا ملف إسلامكم فيما بيننا أبدا. طيب أخي بدنا نفتح ملف الإسلام وما ندعو من هو، وإذا بهم هؤلاء خرجوا علينا مدججين بالسلاح، ماذا نصنع هنا؟ يأتي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. تقاومون يا أخي، نحن مش هنتقاومون، نحن ما جينا لنقاتل، نحن جينا لنعرف، وهذا واجبنا في عنقنا، لا ما في سيز تعرفوا، لأنه شعورنا بعدهم كلها بتصدقكم. طيب خليها تصدق، بدنا نقاتلكم، ايه تقتلونا نحن كمان بنقاتلكم. هذا المعنى يتجلى ايها الاخوه جليا واضحا صارخا، متى؟ في صلح الحديبيه، عندما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عسكر في الحديبيه وكان ذاهب ليعتمر، لم يقاتل حدا ولا شيء، ليعتمر ويرجع على مكه، منعه اهل مكه وصدوه فبقي هناك، ارسل الى اهل مكه يقول يا اخي الحرب اتعبتكم واتعبتنا، خلينا نغمد اسلحتنا سنتين ثلاثة اربعة من الزمن، وكل واحد يفكر لحاله، نعم احسن لكم. فاصروا الا، ارسل اليهم رسول الله مرة اخرى قال ان قريشا نهكت الحرب، وانني ادعوهم الى كذا وكذا وكذا من المسالمة، فان استجابوا فذاك، وان ابوا، يعني ابوا شو بدهم؟ بدون قتال، وإن أبوا ذلك فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. كلمة أقاتل فتية معناها يعني أنا غمدت سلاحي ورد قاتل، لكن إذا بدكم إلا القتال والله أنا بدي قاتلكم. موضوع الزكاة مثل موضوع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والحمد لله رب العالمين.